إسماعيلي يؤكد عزم الحكومة استكمال الجهود في مجال استعادة أراضي الدولة المعتدى عليها ووضع تصور نهائي لسبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل. الجبير يؤكد أن قائمة المطالب المقدمة إلى قطر غير قابلة للتفاوض، وأمريكا والأمم المتحدة تجددان الدعم لجهود أمير الكويت لحل الأزمة. مقتل 30 شخصا في قصف جوي على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بشرق سوريا، ونزوح نحو 200 ألف شخص من الرقة بسبب القتال. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم، أهلا بكم. وإلى التفاصيل، أكد رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق في مجال استعادة الأراضي، أراضي الدولة المتعدى عليها، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد إسماعيل على أنه لا تهاون مع أي متعد على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل. ونوه رئيس الوزراء بأن الحكومة توافقت مؤخرا على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها. للمزيد من المتابعة معي الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. بعد التحية فندم، يعني أراضي الدولة المتعدى عليها وهذا الملف يعني مهتم به رئيس الجمهورية بشكل خاص، التعديلات التشريعية عايز أعرف من حضرتك يعني إلى أي مدى ستساهم في ردع من يقوم بمثل هذه الأفعال؟ والحقيقة أنا بحيي حضراتكم على اهتمامكم برضو في هذا الموضوع، لأن من 15/5 ومن وقت تكليف سيادة الرئيس دي أصبحت مهمة قومية لنا كلنا، لا تهاون في تنفيذ اي ازالات او ان احنا نشيل اي تعديات على ارض زراعيه او املاك دوله. وبنناشد اهلنا كلهم ان احنا يعني الواحد قبل اي حاجه لابد ان يتحرى، ولكن الدروس المستفاده بقى من الفترات السابقه ان لابد من وجود حزمه تشريعات قويه ورادعه. ما ينفعش ابدا ان حضرتك المخالفه تتم وتتحول للقضاء وطبقا للقانون بيطلع بكفاله 100 جنيه ثم يستمر في المخالفه ثم نكرر نفس الموضوع مرة واثنين وثلاثة. الحقيقة اللي تعلمناه من الفترة اللي فاتت انه لابد حزمة رادعة، والحقيقة دولة رئيس الوزراء عمل اكثر من اجتماع، وبالفعل كان معنا معالي وزير العدل، وفي بصدد ان شاء الله ان يتخذ حزمة اولا للردع من هذه المخالفات والاعتداءات، نمرة اثنين تقنين اوضاع الناس الجادين اللي بالفعل هو اقام مشروع او صح أرض وتقدم ولكن لم ينتهي بعض لعدم وضوح رؤية معينة. ماشيين الحقيقة في كل الاتجاهات، التعديات اللي بتحتمل التقنين ويجوز ان احنا نقننها في ظل ظروف القانون الموجودة بنحافظ عليها الى ان ينتهي هذا النزاع القضائي. او سيادة المحافظ، يعني ماذا تقصد بالتقنين؟ يعني في اي اطار؟ الاراضي الزراعية اللي هي كانت في الصحراء، يعني في ناس بره الحيز العمراني وخدوا ارض واستثمروها وكانت هناك زراعات جادة ومثمرة، وبالفعل هو تقدم لهيئة التعمير بطلب ولكن ما اكتملش التقنين. اللي زي ده بنعتبره مستثمر جاد وبنحافظ عليه، وبالفعل خدنا منه طلبات التقنين واترفعت لجهة الولاية، وفي انتظار ان شاء الله الاجتماعات القادمة عملية التقنين تتم بمنتهى الوضوح والشفافية، والمواطن ياخد حقه ويبقى عارف المكان اللي خده ان ده تبعه والدولة بتسميه. اما اللي واخد ارض وما تمش استفاد منها او زراعتها وسابها بغرض انه يسقعها، طبعا ده اللي اتخذت منه الارض، لان هناك تاريخ فارق 15/5 قبله وبعده. قبل 15/5 اللي زرع وكده احنا هنقنن اوضاعه، بعد 15/5 غير مسموح لاي حد بالتعدي، لان بقى عندنا منظومه كل ما عليه ان هو يتقدم لجهه الولايه او للمحافظه ويقول انا عاوز ازرع في المنطقه دي، وكلنا النهارده جادين في تسهيل الاجراءات والتيسير
لانه يحصل على اللي هو عاوزه باذن. نسبه المخالفات اللي تم ازالتها حتى اليوم سياده المحافظ؟ لا هو كتير طبعا، احنا الحمد لله الحاجات اللي كان واجب ازالتها دي من قبل ما كنا نعمل البيان مع السيد الرئيس تم ازالتها على الفور. المتبقي هو تقنين الاوضاع وبعض التعديات المأهولة بالسكان، فده احنا بنجهز لهم اماكن بديله، لان مش هينفع ان احنا نسيب اهلنا كده في الشارع، وده كان تكتيكات السيد الرئيس. صحيح. بنشوف اماكن بديله ونبدا ننقل المواطن، لانه اولا واخيرا هو مواطن، والحقيقه لابد ان احنا نفرق بين ارتكب مخالفه وبين انه مواطن. وكلنا شفنا الحقيقه توجيهات السيد الرئيس، كمان الحاله اللي كانت واضحه قدامنا كلنا في البحر الاحمر، العمال بتوع مناجم الذهب، وامر سيادته ان احنا الناس دي تخرج ونبدا نوفر لهم فرص عمل. هو ده مفهوم قرار سياده الرئيس، وبالتالي احنا حريصين على كده. الغرض مش ان احنا نشرد اسر او نهدم بيوت على اللي فيها، بالعكس، ولكن وجود البديل ثم ينتقل المواطن لمكان اخر. طب سياده المحافظ اتفضل اتفضل يا فندم. يعني مثلا احنا في سوهاج في اجازه العيد اللي فاتت دي بنعمل فرق اسمها فرق التدخل السريع في الوحدات المحليه، ومعاها شرطه المرافق ومعاها المرور ومعاها كل الاجهزه الامنيه. اذا ما ثبت ان في حد، وبالفعل حصل عندنا 5 حالات، واحد جه في ارض زراعيه وبيبني وقال يلا اجازه عيد ما حدش واخد باله، على الفور انتقلت الجهات واتعمل له محضر وتم تقنين الوضع بازاله المخالفه. في عندنا 5 حالات، واحده كانت في المراغه واثنين في طمه واثنين في طهر. تمام. طب سياده المحافظ هو كمان حتى في الاجازه اتفضلي، هو كمان يعني سياده الرئيس قال انه نسبه 20% من الاموال المستردة هتكون لتنميه المحافظات، يعني كيف تستعدون بقى لتحقيق التنميه؟ وهل هناك مجالات معينه يعني موضوعه على اجنده اعمال المحافظين؟ واستحدثنا عن محافظه سوهاج يعني بشكل خاص. بالفعل هو سياده الرئيس قال يبقى 15%. والحقيقه ده فكره جميله جدا انه يكون 15% يصب في صندوق المحافظه، لأن المحافظة والوحدات المحلية كلها حاجات خدمية، عاوزين نكمل في رصف طرق، في تزيين ميادين، في إصلاح الإصلاحات اللي موجودة، إعادة الشيء لأصله لما حد بيتم كسر أو حفر، الغاز الطبيعي والمية والكهرباء. الحقيقة عديد من الأحمال والمسؤوليات على المحافظة والوحدات المحلية. النهاردة لما نوفر للمحافظة 15% من ناتج إجمالي الأرض، يبقى حضرتك بتغذي المحافظة، وبالتالي يبقى عندها اعتمادات ماليه تقدر تقدم خدمه للمواطن بشكل جيد. احنا سعيدين بكده، ومش عاوزين ننسى ان كمان تكلفات سياده الرئيس الاراضي اللي تم ازاله التعدي عليها، هنشوف احتياجات المركز او القريه. اذا كان محتاج مستشفى فهي اولى، اذا كان محتاج مدرسه فهي اولى، محتاج اي شيء خدمي هيكون هو ده اولى من ان احنا نبيع او يبقى الفكر الغرض ان احنا نتحصل على فلوس. بالعكس احنا عاوزين نستوفي جميع الخدمات اللائقه بالمواطن، وبعدها الزياده عن كده نبدا نعرضه ان شاء الله اذا كان للبيع او لاي شيء يتم تقنيه. تمام، شكرا جزيلا دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج. شكرا يا فندم. بعث رئيس الوزراء شريف اسماعيل ببرقيه تهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه الذكرى الرابعه لثوره 30 من يونيو المجيده، وأكد على مواصلته بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء. كما بعث رئيس مجلس النواب علي عبد العال برقية التهنئة بذات المناسبة، وقال في برقيته للرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري حطم في 30 يونيو قيوده وانجل الليل وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة عموم جميع المصريين وامتلأت الميادين والساحات بالملايين في ظاهرة لم تشهدها الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية. قرر وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية. جاء ذلك بهدف التأمين الطبي لاحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الاحتفالات. كما قرر وزير الصحة إلغاء كافة الإجازات للفريق الطبي، إضافة إلى زيادة المحاليل وأدوية الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان الوزارة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء غد الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية 29 لقمة الاتحاد الإفريقي خلال يومي 3 و4 يوليو. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد
إن القمة تعقد تحت شعار تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب باعتباره شعار الاتحاد الإفريقي خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الشأن. وقال المتحدث إن وزير الخارجية سوف يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة وبدول حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي. ترأس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا الاجتماع المفتوح الذي عقد بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا. وفي كلمة مصر أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير طارق القوني إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديدا ودولة أخرى في المنطقة. وأضاف السفير القوني أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر في مايو الماضي، مشيرا إلى ما أعلنه المتحدث العسكري من تدمير القوات المسلحة صباح أمس ل12 من السيارات المحملة بالأسلحة، وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا. تمكن الجيش الليبي من السيطرة على مواقع جديدة بمحور وسط البلاد بمدينة بني غازي. وأكد المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية أن قوات الجيش الليبي فرضت سيطرتها على مستودع الغاز وشارعي الشويخات وبن عيسى وسط انهيار واضح للتنظيمات الإرهابية بمحور الضريح. وأوضح المتحدث أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو تشن غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع وتجمعات لعربات مسلحة للتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الليبي سابقا. دكتور عبد الحفيظ بعد التحية، كيف ترى دور قطر في ليبيا لدعم التنظيمات الإرهابية، وهو ما أكد عليه العقيد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي؟ أهلا وسهلا أخي الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك أن يعني ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الليبي من وثائق دامغة تشير إلى تورط قطر في دعم الجماعات المسلحة الإرهابية وبالسلاح وبالأموال وتحويلات الأموال على النحو الذي ظهر في وثائق رسمية، هذا يؤكد ما سبق وقلناه من أن قطر يعني تلعب دورا في عدم الاستقرار في ليبيا وفي معاداة المؤسسات العسكرية والأمنية لحساب الجماعات المسلحة والميليشيات المسلحة في ليبيا، وكل يوم تتأكد ذلك. وما جاء في التقرير من إشارة إلى دور قطر في دعم هذه الجماعات الإرهابية التي باتت يعني تؤثر ليس فقط في ليبيا ولكن أيضا في دول جوار ليبيا، وتهدف إلى توزيع هذه الأسلحة إلى مصر وإلى تونس وتحقيق عدم الاستقرار في كل المنطقة. هذا الأمر بات واضح، ولكن أعتقد أن الآن في ظل محاربة الجيش لهذه الجماعات بات دورها تماما ينحسر، وأعلنت كثير من الجماعات عن حل نفسها، وأعتقد أن مسألة تحرير كل شرق ليبيا باتت منتهية ومحسومة بعد أن تمكن الجيش الآن من محاصرة هذه الجماعة في حي واحد من أحياء بني غازي، بعد أن كانت السيطرة لهذه الجماعات على أرجاء واسعة من بني غازي. أعتقد أن المسألة وفي ظل التغيرات الأقليمية والعربية التي نشهدها من محاصرة للإرهاب ولدول الدعم الإرهاب ولتمويل الإرهاب، أعتقد أن المسألة يعني باتت يعني رويدا تنزلي، نعم. وسيتكشف يعني مستقبلا أثر هذه الجماعات في زعزعة استقرار ليس فقط ليبيا ولكن كل دول المنطقة. نعم دكتور عبد الحفيظ، تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا وهو نعم. الدكتور غسان سلامة، هل نعم. تعولون على هذه الخطوة في إطار التوصل لاتفاق سياسي شامل يشمل عموم الأراضي في ليبيا؟ بكل تأكيد المبعوث هذه المرة هو عربي، وأعتقد أنه سيكون له دور كبير في إنجاح المبادرة العربية في إطار الأمم المتحدة، وهو إجراء تعديل على الاتفاق السياسي ليكون بالإمكان تشكيل حكومة وفاق وطني وإنهاء حالة الانقسام التي تعاني ليبيا منها ليبيا منذ العام 2014. الدكتور غسان سلامة له فريق يعني مشرف في الشأن العام،
والتقينا هذا الرجل من أسابيع ماضية قبل أن يتم تسميته مبعوثا خاصا للأمين العام المتحدة إلى ليبيا، وتحدثنا معه. والرجل يعني يعي جيدا الأوضاع في ليبيا، وله العديد من الكتابات والمقالات حول الثورات العربية وتداعيات هذه الثورات وأثر هذه الجماعات في تحقيق عدم الاستقرار. أعتقد سيكون بمقدوره وهو العربي أن يتعاطى مع الدول الجوار الليبي تحديدا ومع المبادرة العربية لإنفاذ الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة. هذا ما نأمل أن يكون خلال الأيام القادمة. نعم دكتور عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الليبي سابقا، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن قائمة المطالب التي قدمتها المملكة وحلفاؤها إلى قطر من أجل رفع العقوبات المفروضة عليها هي قائمة غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة، بينما دعا نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الأطراف المعنية بالأزمة إلى الانفتاح على التفاوض. وأوضح الجوبير أن الإجراءات التي اتخذت تجاه قطر تأتي لعدم التزامها باتفاق الرياض ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول. كانت الدول المقاطعة لقطر قد قدمت قائمة بعدة مطالب من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية. جدد وزير الخارجية ريكس تيلرسون دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية ودعوته الأطراف كافة إلى ضبط النفس للسماح بإجراء مناقشات دبلوماسية مثمرة. جاء ذلك خلال لقاء تيلرسون مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الأعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله الصباح. كما اتفق الوزيران على أهمية مشاركة الجميع في وقف الإرهاب ومواجهة التطرف. وذكر بيان للسفارة الكويتية في واشنطن أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة أكدت دعمهما الكامل لجهود أمير دولة الكويت لحل الأزمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجي. قتل 30 مدنيا على الأقل في قصف جوي استهدف بلدة الدبلان التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور شرق سوريا، بينما لم يتم تحديد هوية الطائرات الحربية التي نفذت الغارات الجوية حتى الآن. يأتي هذا بينما لقي 19 مسلحا من تنظيم داعش مصرعهم خلال اشتباكات دارت بين قوات سوريا الديمقراطية مع تنظيم داعش في حي النهضة غرب مدينة الرقة شمال سوريا. كما قتل نحو 5 أشخاص بينهم أطفال في قصف جوي على بلدة الحارة في ريف درعا الشمالي. والآن مشاهدين الكرام ننتقل مباشرة إلى نيويورك وجلسة مجلس الأمن حول الحد من انتشار الأسلحة النووية. كما أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تستدعي تنفيذا كاملا على المستوى الوطني لأحكامها، وتخصص منظماتنا لهذا الغرض موارد وجهود لمساعدة الدول الأطراف على تحقيق هذه الالتزامات والوفاء بها. وكما يعرف فريق الخبراء التابع للجنة القرار 1540 هذه المهمة ليست بالسهلة ولا ترتبط فقط بصياغة التشريعات وإنما أيضا بتنفيذها وإنفاذها. ونحن نتعاون أيضا مع دول الأطراف عبر الفريق العام المفتوح بالعضوية المعني بالإرهاب لتنسيق الممارسات الفضلة وتبادلها في مجال التنفيذ على المستوى الوطني وخاصة في سياق التهديدات الناشئة. وهذا يرتبط أيضا بتشريع قرار 2325 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استعراض تنفيذ قرار 1540 في ضوء التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة والمتطورة. سيدي الرئيس، نركز اليوم ومن خلال الاستعراض الأخير للقرار 1540 على الحركة عبر الحدود للمواد والتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام، وتركز أو تخصص منظمتنا الكثير من الطاقة لهذا الموضوع. وقد وقعنا مؤخرا مذكرة تفاهم بين منظمتنا ومنظمة العالمية للجمارك، وهي تهدف إلى تعزيز جهودنا وتحسين أمن سلسلة الإمداد العالمية. كما نتعاون أيضا مع الشركات التجارية العالمية الكيميائية ونسعى للتنسيق والشفافية في مجال إنتاج
مواده الكيميائية لمنع وقوعها في أيد غير أمينة ولضمان استخدام التكنولوجيات والعلوم الكيميائية للأغراض السلمية. تعمل أيضا منظمتنا لتحسين التنسيق ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ونحن دخلنا في شراكة مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، كما نتعاون أيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونترأس بتعاون معها الفريق العامل المعني بمنع الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقد استضفنا هذا العام حلقة عمل بمشاركة 15 منظمة للنظر في آلية للتنسيق بين الوكالات للتصدي للهجمات الإرهابية الكيميائية، وهذه الآلية من شأنها أن تحسن من التنسيق بين هذه المنظمات. ونحن نعتقد أن بعثة الاستجابة السريعة والمساعدة التي أسسناها في إطار المنظمة ستساهم في هذه الآلية. سيدي الرئيس، على المجتمع الدولي أن يواصل عمله للتصدي لتحدي الإرهاب المرتبط بأسلحة الدمار الشامل، وفي هذا الإطار نلتزم بتأدية دورنا بتعاون الوثيق مع هذا المجلس من خلال لجنة جزاء القرار 1540 ومع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة يؤدون دورا مهما في إطار سعينا المشترك لتحقيق هدفنا النهائي. شكرا، أشكرك على هذه الإحاطة، والآن سأتقدم ببيان بصفة رئيسا للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقراءة 1540. Agradezco tener la oportunidad como presidente del comité 1540 de dirigir. يشرفني وبصفتي رئيسا للجنة الجزاءات أن أتحدث أمام هذه المناقشة المفتوحة المعنية بوقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الجهات من غير الدول. كل دول الأعضاء تحمل مسؤولية تتمثل في تنفيذ الناجع لقرار مجلس الأمن 1540 والذي اعتمد في 28 من نيسان أبريل من عام 2004، وهو قرار يصب في صلب نقاشنا اليوم. ولعلكم تدركون أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتمثل في منع وقوع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ونظم إيصالها والمواد ذات الصلة وقوعها في أيدي الأطراف من غير الدول ما في ذلك الإرهابيين. وأشير هنا إلى أن هذا القرار قرار فريد من نوعه، لأنه الصك الوحيد الملزم قانونا الذي يتطرق إلى موضوع منع انتشار الأنواع الثلاثة من أسلحة الدمار الشامل. وخلال السنوات 13 التي انقضت منذ اعتماد هذا القرار أصبح هذا القرار جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية الرامية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وسبل إيصالها. نحن نحتاج إلى طائفة واسعة من التشريعات وأحكام الإنفاذ، ولكن أذكركم هنا أن هذا القرار ينطوي على حظر على الأطراف من غير الدول يمنع استخدامها أو حيازتها أو صنعها أو امتلاكها نقلها أو إحالتها لأسلحة الدمار الشامل وسبل إيصالها، وهذه القيود السبعة تنسحب على أي طرف يعمل كمتواطئ أو يساعد بأي شكل من الأشكال في هذا مسعب ما في ذلك تمويل هذه الأفعال والأنشطة. كما نحتاج إلى ضوابط محلية ووطنية تفرض على مواد ذات صلة ما في ذلك التدابير الرامية لحصر هذه المواد وتأمينها وضمان حمايتها المادية، بالإضافة إلى تدابير إنفاذ القانون ومراقبة الحدود والصادرات. بذل جهود جبارة من قبل الدول الأعضاء لتعزيز تنفيذ القرار 1540، وفي هذا السياق وعلى الرغم من أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الدول فرادى، إلا أن هذه الجهود يمكن أن تستفيد من تعاون أكبر بين هذه الدول سواء كان على المستوى الثنائي متعدد الأطراف أو على المستوى الإقليمي، وبذلك يمكننا أن ننجح في تنفيذ هذا القرار. كما تشير مذكرة المفاهيمية الخاصة بهذا الاجتماع يمثل القرار 1540 منصة للتعاون لمنع أطراف من غير الدول من حيازة أسلحة الدمار الشامل، ومن دون التعاون سيستحيل علينا التطرق إلى هذه المسألة على الصعيد العالمي، ولن نستفيد إذا ما انتقصنا من هذه الروح التعاونية، وهو ما يتضح من خلال تنفيذ هذا القرار. علينا أن نعتمد مقاربة وآلية أكثر صرامة تنسحب على كل الدول الأعضاء عند تنفيذ هذا القرار. دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء في
الفقرة السابعة من منطوق قرار 2325 دعاها إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتغيرة لخطر الانتشار، ما في ذلك استخدام الأطراف من غير الدول للتقدم المتسارع في مجال التكنولوجيا والعلوم والتجارة الدولية لأغراض الانتشار. وصلنا مشاهدينا الكرام هذا الجزء من نيويورك حول جلسة مجلس الأمن حول الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعوة المجتمع الدولي للحد من أو التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وربطه بشكل مباشر وذا صلة مباشرة بملف الإرهاب، وأيضا التأكيد على الدول على ضرورة تطبيق القرار 540 الخاص بهذا القرار واعتماد آلية أكثر صرامة للخروج من هذا المأزق الكبير وخاصة بارتباطه بشكل كبير بالإرهاب الذي الموجود في جميع الدول سواء كان بالشرق أو الغرب. مشاهدينا الكرام نواصل معكم نشرتنا. أعلنت منظمة اليونيسيف أن القتال المستعر بمدينة الرقة بشمال سوريا تسبب في نزوح زهاء 200,000 شخص من منازلهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أغلب النازحين توجهوا ليقيموا في مخيم الكرامة بمحافظة الرقة، مما دفع وكالات الإغاثة الإنسانية إلى سرعة تأمين إمدادات المياه النقية الصالحة للشرب والإمدادات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل داخل المخيم. وتيرة العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، نزح آلاف الأشخاص إلى مخيم الكرامة بمحافظة الرقة. منظمة اليونيسيف أوضحت أن القتال المستعد بمدينة الرقة بشمال سوريا تسبب في نزوح زهاء 200,000 شخص من منازلهم، معظمهم نزح خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليقيموا في مخيم الكرامة. وهذا الأمر دفع وكالات إغاثة تأمين إمدادات المياه النقية الصالحة للشرب والإمدادات الغذائية إلى محاولة توفير المواد الغذائية للأطفال والنساء الحوامل داخل المخيم. الميليشيات المسلحة السورية المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف سوري مكون من فصائل كردية وعربية تدعم الولايات المتحدة، بدأت في هجومها على الرقة الشهر الحالي بعد حملة طويلة لعزل مسلح تنظيم داعش الإرهابي داخل المدينة. وقد نجحت ميليشيات سوريا الديمقراطية في طرد مسلح تنظيم داعش الإرهابي من مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا على مدى 18 شهرا الماضية، كما انتزع مسلحون من المعارضة السورية التي تدعمها تركيا أيضا مناطق من مسلح التنظيم. كذلك تقدم الجيش السوري هذا العام سريعا في المناطق الصحراوية التي كانت خاضعة للتنظيم الإرهابي. قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس إن الحكومة السورية أخذت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم شن هجوم بالأسلحة الكيميائية على محمل الجيش. في المقابل أعربت روسيا عن قلقها إزاء التصريحات الأمريكية، وحذر نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتلوف الولايات المتحدة من الأعمال الأحادية في سوريا، معتبرا أن تصريحات واشنطن عن تحضيرات دمشق لشن هجمات كيميائية تصعب عملية التفاوض في أستانا وجنيف. المزيد من المتابعة معنا من دمشق أنور رعد مراسل النيل. أنور، ما هي الأوضاع على المستوى الميداني خاصة في مدينة الرقة والمراحل التي وصلت إليها الاشتباكات ما بين ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي؟ نعم، بالنسبة لمدينة الرقة التي خارقت فيها عملية قوات سوريا الديمقراطية من إكمال من الشهر الأول سيطرت خلالها على حوالي كل المدينة. تقدمها عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي استعادوها من المتطرفين التي تعبيرهم نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. أشكرك شكرا جزيلا الزميل أنور رعد مراسل النيل من دمشق، وسنحاول اتصال بك مرة أخرى. تتقدم القوات العراقية باتجاه آخر النقاط التي يتمركز فيها تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة القديمة في الموصل، حيث استعادت نحو 50% من مساحة المدينة القديمة. وأشارت مصادر عسكرية أن القتال سيكون أكثر شراسة بسبب ضيق الأحياء، موضحين أنهم يستخدمون بعض الأسلحة الخفيفة بدلا من الدبابات وآلات أخرى ثقيلة لحماية المواطنين.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في وقت سابق إن إعلان النصر على داعش في مدينة الموصل بات قريبا جدا، لافتا إلى أن التنظيم يحاول إلحاق دمار كبير وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في آخر المناطق المحاصر فيها بالموصل. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أهمية حلف الناتو لبلاده وأوروبا، والحلف يعلن زيادة إنفاقه الدفاعي بنحو 12 مليار دولار خلال العام الجاري. يؤكد عزم الحكومة استكمال الجهود في مجال استعادة الأراضي أو أراضي الدولة المتعدى عليها ووضع التصور النهائي لسبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل. الجبيري يؤكد أن قائمة المطالب المقدمة إلى قطر غير قابلة للتفاوض، والولايات المتحدة والأمم المتحدة تجددان الدعم لجهود أمير الكويت لحل الأزمة. مقتل 30 شخصا في قصف جوي على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا، ونزوح نحو 200 ألف شخص من الرقة بسبب القتال. والآن نتحول مع حضراتكم لمتابعة أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال مع الزميلة مجد القاضي. إليك مجد. الزميلات غادة وسحة، شكرا لكما وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وواحد وثمانية من عشر مليار جنيه أرباح سوقية. أهلا بكم مجددا. بدأت اليوم عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، على أن يتم إجراء عمليات تسوية لتعاملات 3 جلسات بسوق المال وفقا لقانون الضريبة لأيام 20 21 و22 يونيو جاري. على صعيد التداولات، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات بيع من قبل الأفراد المصريين والعرب والأجانب، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والأجنبية. وربح رأس مال سوقي ليسوب الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه، لينهي تعاملات عند مستوى 693.4 بعد تعاملات إجمالية بلغت نحو مليار جنيه. قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي تقررت لهم بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها. كانت وزيرة التضامن غدا ولي قد واجهت المسؤولين بصندوقي التأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد بعشرة أيام، تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستفيدين. تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استلام وحدات 400 ألف وحدة سكنية التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها خلال عام في عدد من المدن الجديدة اعتبارا من شهر يوليو المقبل. من جانبه أكد نائب وزير الإسكان المهندس عبد المطلب عمارة أنه لن يتم تسليم أي مواطن وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي قبل اكتمال الخدمات من مياه وكهرباء ومدارس وأسواق تجارية، وذلك لتحفيز كل المواطنين على السكن فور الاستلام الخاص بهم. ومن المقرر بدء تسليم أولى وحدات الإعلان الثامن في مدينة 6 أكتوبر اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
سجلت صادرة مصر من الحلي والأحجار الكريمة مثل المشغولات الذهبية والسبائك خلال شهر إبريل الماضي 209 مليون دولار، واحتلت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب بمصر بقيمة 154 مليون دولار، تلتها سويسرا ب 31 مليون دولار. جاء ذلك في التقرير الرابع السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء، خاصة بعد انضمام مجلس الصناعات المعدنية لمجلس مواد البناء في عام 2011. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول احتياطي ليبيا اليومي من الغاز إلى مليارين قدم مكعب، ليصل سنويا إلى 54.6 تريليون قدم مكعب. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الاحتياطي وضع ليبيا في المرتبة 21 عالميا. وأضافت مؤسسة النفط أن أكثر من ثلثي هذه الكمية يستخدم في الاستهلاك المحلي، وبعضه الآخر يحرق نتيجة وجود غازات حامضية مصاحبة تحول دون تصديره. هذا وبلغت إيرادات قطاع الغاز في ليبيا 531 مليون يورو خلال العام الماضي، ومن المرجح وصوله إلى ملياري يورو العام الجاري. كشفت الحكومة الروسية عن أن 24 دولة أكدت مشاركتها في المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين واليابان. هذا ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي سنويا وفقا لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين لعام 2015 بهدف توسيع التعاون الدولي في تنمية الشرق الأقصى الروسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عموما. طالبت الحكومة التنزانية بإجراء دراسة شاملة حول تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي على اقتصاد مجموعة شرق إفريقيا. وجدت طلب موقف تنزانيا الرافض إزاء مسألة توقيع كينيا ورواندا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية في العام الماضي، خاصة أنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا في هذه القضية، حيث ينتظر الاتحاد الأوروبي توقيع مجموعة شرق إفريقيا على الاتفاقية. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد، عودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزملاء سحر وغادة. شكرا لكم. شكرا لك مالك. بحث وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس مع نظيرته الألمانية أرسولا فون دير ليينن الأولويات الأمنية للعام القادم، وذلك عشية انعقاد الاجتماع الوزاري لدول حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل. وأكد ماتس أن حلف الناتو باتت له أهمية كبرى اليوم مثل ما كانت وقت تأسيسه، مشيرا إلى أن اجتماع بروكسل سوف يناقش قضايا مكافحة الإرهاب وأفغانستان وتحسين التواجد العسكري في أوروبا الشرقية. يأتي هذا فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن دول الحلف باستثناء الولايات المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعية هذا العام بنسبة 4.3% وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد. وخلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل، قال ستولتنبرغ إنه من المتوقع أن تتفق دول الحلف خلال هذا العام أو تنفق ما يقدر ب 12 مليار دولار. ونوه الأمين العام للحلف بأن الحلفاء الأوروبيين وكندا قد زادوا من إنفاقهم الدفاعي خلال السنوات الثلاث السابقة بما يقدر ب 46 مليار دولار. اعتقلت سلطات الأمن في إسبانيا وبريطانيا وألمانيا 6 أعضاء منتمين لتنظيم داعش الإرهابي في إطار تحقيق إسباني للقبض على أفراد يسعون إلى تجنيد عناصر لحساب التنظيم. وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن العملية أسفرت عن توقيف أعضاء المجموعة المتمركزة في جزيرة مايوركا والتي كان يتزعمها إمام سلفي تم إيقافه في بريطانيا. وشاركت في العملية الأمنية أجهزة الاستخبارات والشرطة ومكافحة الإرهاب الإسبانية والبريطانية والألمانية ووكالات أوروبية. تخلت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون عن مطالبها بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال قبل توقيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأقرت ستورجيون أنها تحتاج إلى إعادة ضبط لاستراتيجية الاستفتاء، مشيرة إلى أن أولويتها الآن هي تركيزها على الحصول على أفضل صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا إلى أنها تتوقع العودة إلى البرلمان الاسكتلندي لمناقشة مقترحاتها لإجراء استفتاء آخر في خريف عام 2018.
حذر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالن من أن بلاده ستكون مستعدة للانتقام من أي هجمات إلكترونية في المستقبل باستخدام القوات العسكرية مثل الضربات الصاروخية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الأوكرانية والبنك المركزي الأوكراني إصابة أنظمتهم على نطاق واسع بفيروس يدعى بيتيا. في هجوم جديد وشديد الخطورة، ضرب فيروس الفدية المعروف باسم بيتيا أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم ليتسبب في أعطال في أنحاء أوروبا ويضرب بقوة أوكرانيا بوجه خاص. وسجل مسؤول الحكومة والشركات حالة اقتحام خطيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية والبنوك والمكاتب الحكومية. رئيس الوزراء الأوكراني قال إن الهجوم غير مسبوق، لكن الأنظمة الحيوية لم تتعرض للأذى. لكن ورد تقارير عن حدوث أعطال للأنظمة في مطار كييف الرئيسي وبوريسبيل. كما سقطت شركة روزنفت الروسية العملاقة للنفط ضحية للهجوم، وكذلك شركة مولر النرويجية العملاقة للشحن البحرية. وقالت روزنفت إنها بالكاد تمكنت من تجنب ضرر كبير. وعلى مدار الساعة بدأ عدد الشركات والوكالات التي تتعرض للهجوم في التساقط واحدة تلو الأخرى، ليتدحرج الفيروس فيروس الفيديا ككرة ثلج ليمثل للعالم أزمة حقيقية. وفي لندن كتبت شركة WBB العملاقة للإعلانات على حسابها بموقع تويتر أن أنظمتها الإلكترونية تعطلت وتضررت جراء هجوم إلكتروني مشبوه. وكان العالم لا يزال يتعافى من تفشي فيروس سابق يطالب بفدية مقابل السماح بتشغيل الأجهزة مرة أخرى، وانتشر بشكل سريع مستخدما أدوات صممت بالأساس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي وتسربت على شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة. ويطلب الفيروس الحصول على $300 أمريكي فدية مقابل السماح باستئناف العمل وفك التشفير من على ملفات الجهاز. وتمثل هذه الهجمات الإلكترونية الأخيرة تحدياً أمام العالم الذي أصبحت أجزاء بشكل معقد متشابكة مع بعضها إلكترونياً. وكان أحدث هجوم إلكتروني تعرض له البريد الإلكتروني للبرلمان البريطاني لعملية قرصنة قبل أيام. متواصلون مع حضراتكم ومعنا بعد قليل. وزارة البيئة تشكل مجموعة عمل لدراسة انتشار قناديل البحر على سواحل البحر المتوسط المصرية. نتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز وآخر أخبار الرياضة. تفاصيل الأخبار مع الزميل عادل.